مستشفى الأم والطفل لأول مرة يشهد وصول جهاز جديد فريد من نوعه من حيث الدقة والحداثة، خاص بكشف مرض السرطان لا سيما سرطان الرحم والثدي، والذي قدم من قبل مؤسسة لالا سلمى من المملكة المغربية لمستشفى الأم والطفل، حيث يتم الكشف أولاً عبر هذا الجهاز الذي يحمل بداخله عدسات صغيرة تستعرض حالات وأعراض مرض السرطان عبر جهاز الحاسوب، ثم بعد ذلك عبر الشاشة الرئيسية. ولأهمية هذا الجهاز، فقد وضح مدير النساء والتوليد بمستشفى الأم والطفل عن مدى أهمية الجهاز للنساء. الجهاز اللي عندنا ده جهاز جديد، وهو جهاز مهم مرة واحد عشان لنا أعرف مرضنا السرطان ده فوقه. الجهاز ده عنده عمليات ده 4 عمليات. العملية الأول ده المرض أكو خطيناها ونخط لها ده شغل ده بنادو الاسبيكيلوم، وبعد خطينا الاسبيكيلوم ده بالكولبوسكوب ده نشوفه في قدام حدا، نشوفه اسكي مرض في الفروة ببرة فيه ولا ما فيه، نشوفه الكول ده نصيه ولا عنده مرض. وفيما يتعلق بمرض سرطان الثدي، فهو أيضا يوجد لديه طريقة خاصة للكشف. الكانسير هنا الديد ده هو نعلم المرأة هي 6 تفتشة، أي ما شهر المرأة تمشي وتقعد تقابل لها مشوافة مروار، كان قابلت مشوافة ده تلمس ديت هي 6 تلمس، كان حست بشيء دردمة في الديت تجي أجلة في المستشفى. داء السرطان من أخطر الأمراض الذي يهدد بحياة الإنسان، لذا يجب على النساء الاهتمام بأنفسهن عبر الكشف المبكر الذي يساعد في العلاج، وإن عمليات الكشف مجانا للجميع بمستشفى الأم والطفل.